واحد بيقول ما الفرق بين النفس والروح وأيهما مات على الصليب؟ مات المسيح على الصليب، لكن الروح لا تموت. الروح لا تموت، الموت معناها انفصال الروح عن الجسد. فما تقوليش مين مات على الصليب، مات المسيح على الصليب، لكن طريقة موته ان روحه انفصلت عن جسده، وروحه اللي انفصلت عن جسده نزلت الى الهاوية حيث بشرت الراقدين على رجاء، وطلعت فتحت باب الفردوس ودخلت هؤلاء القديسين بتوع العهد القديم في الفردوس، وقام في فجر الأحد حيث رجعت هذه الروح إلى الجسد. فما تقوليش مين اللي مات، الروح ولا الجسد؟ الروح لا تموت لأنها على صورة الله ومثاله.